خصوبه وزريعه الكتان. فما عندها حتى شي علاقه غير هي زريعه الكتان، عافاكم هاد لا طوندونس ديال زريعه الكتان نحاولوا نحيدوها من بالنا واحد شويه لانها فيها المضره. زريعه الكتان الا فتنا 15 يوم في الاستهلاك ديالها كتولي كتاثر على الكبد. يعني هي ماشي بحال الزنجلان، ماشي بحال الشيا، ماشي بحالهم. نعم خصها تستعمل بفتره بالقياس بالعقل محدوده بالفعل. شكون الناس اللي ما يقدروش قلنا ياخذوا زريعه الكتان؟ قلتي الناس اللي عندهم لو ديابيت او داء السكري. نعم الناس اللي كيعانوا من مشاكل الكبد ليباتيت جميع انواعها، الناس اللي عندهم الكبد ضعيف، الناس اللي عندهم تشمع في الكبد، الناس اللي عندهم الشحمه في الكبده حتى هما ما خصهمش ياخذوها، وكذلك الناس اللي كيعانيو من الامراض ديال الكلي. فالناس اللي عندهم المشاكل الكلاوي نهائيا هاد لا النباتات ولا بحال هادشي اللي كيكون قاصح بحال زريعه الكتان يتجنبوا لانه عنده مخاطر ومضره عليهم. غادي ناخذوا اسئله اخرى على زريعه الكتان. معنا ليلى من الدار البيضاء وخديجه من مراكش، اهلا بك ليلى. نقاطع لها الخط وكان عندها سؤال على زريعة الكتان والعلاقة ديالها. احنا غنرجعوا طبعا ونشوفوا. خديجة من مراكش اهلا بك. عليكم السلام اختي سارة. مرحبا خديجة. انا فرحانة ملي صعدني لحد اليوم. الله يبارك فيك، انا سعيدة. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيكم، شكرا. كيداير الدكتور عماد لاباس عليك؟ بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. عندك سؤال على زريعة الكتان، مرحبا. قالوا لي زوينة هي والفوار حيت ولدي عنده فقر الدم. شحال في عمر الوليد ديالك؟ خمس سنين. فاختي بعدا ديجا الوليد عنده خمس سنين صعيبة عليه، لأن الفوار مجهده على الكبده ومجهده على الكلاوي، والفوا كتسرع الدوره الدمويه، يعني الدماغ ديالو يقدر يتاثر في هاد الا عطيتيه الفوا. هذا من جهه. من جهه اخرى ان زريعه الكتان فقر الدم وزريعه الكتان ما كاينش زعما شي علاقه كبيره. إيه راه جميع المواد الطبيعيه فيهم واحد النسبه ديال الحديد، ولكن زريعه الكتان والاطفال بعد اللي قل من 10 سنين ما كنعطيوها لهمش نهائيا. ممنوعه منعا كليا نعطيو زريعه الكتان للوليدات اللي قل من 10 سنين. اذا علاش؟ لان زريعه الكتان اللي عطينا للوليدات اللي قل من 10 سنين كتسمم لهم الكبد ديالهم، ديال الكبده كتسمم، وكيمكن تضاعف في بعض الامراض مثلا بحال ليباتيت، يعني بوسفير الكحل كما كنقولوا ليباتيت بي، وبعض الامراض اخرى. اذا نحاولوا اننا نتجنبوها. نعم. الفقر الدم خاص الوليد ياخذ بعدا الدواء ديالو، هذه اول حاجه، لان ديك الكميه ديال الحديد كنلقاوها الا في الدواء. عاد المساعده عطيه شويه ديال العسل الحر مثلا، واحد معلقه صغيره في الصباح او معلقه صغيره في الليل. دخلي ليه مثلا شويه زنجلان مزيان، تعطي واحد التغذيه اللي تكون متكامله ومتوازنه. هذيك غيستافد منها اكثر انك تعطي هذه المواد هذه. نعم. بالنسبه لفقر الدم شنو اللي في انواع الزريعه كيصلح؟ الزنجلان. الزنجلان مزيان لفقر الدم لانه نعم غني، يعني في المواد، يعني في لافيريتين ناتوريل، في كذلك مواد اللي كترفع لينا من الانتاج ديال الكريات الحمراء. كنقصدوا الحديد اكيد. نعم، وكيت فيه مواد اللي كتساعدنا في ذاك يعني النسيج العظمي انه كيفرز لنا هذه الكريات الحمراء بكثره. ليلى كانت باغا تسولنا على زريعه الكتان وعلاقتها بزياده الوزن دكتور عماد. نعم، زريعه الكتان وزياده الوزن يعني خصك واحد الكميه كبيره باش تزيد في الوزن، ولكن الا فتنا هذه الكميه كبيره كيمكن تاثر لينا على الصحه ديالنا. فانا من الناس اللي شويه ما كنبغيش نستعمل زريعه الكتان في الاستعمالات يعني اليوميه، فمن الاحسن اننا نتجنبوها، لان غير كتبان واحد لا طوندونس كنولي خصنا نديروا بها كل شيء. شكون اللي يقدر ياكل زريعه الكتان؟ نعم شكون؟ الانسان اللي صحيح ما عندوش مشاكل صحيه. اكيد وزريعه الكتان نعم. وفقط جوج الاسابيع. مرحبا. فزريعه الكتان اصلا يعني في كصيدلي او في الصيدله تستعمل لمشاكل الجهاز التنفسي. اذا كتحيد لينا يعني ذاك البلعوم اللي كيكون اللي في الصدر باش كتخويه، كتنقص من الكحبه، وكتعاون الجهاز التنفسي باش كيعطينا واحد كيكون عندنا واحد التنفس اللي مزيان. هذا من جهه، ومن جهه اخرى بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القبض. هذو هما جوج استعمالات اللي كتنصح بها الناس طريقه الاستعمال. فزريعه الكتان ما كنطيبوهاش، كنطحنوها معلقه كبيره ديالها وكنخلطوها بواحد كاس صغير ديال العسل الحر، يكون واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل، معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل بالنسبه للناس من 13 فما فوق. اللي عنده قل من 13 سنه لا. نعم اللي عنده قل من 13 سنه ما يستعملهاش، واكيد اننا 15 يوم فقط ديال الاستعمال ديالها باش ما تعطيناش الاعراض الجانبيه.